بكم تشكرون السابق على الجهودات التي قام بها، ونفتح الآن باب يعني لسيس لمكسب جديد نتمنى له التوفيق في العمل. المساطر القانونية أو المساطر التي تتبع هذه الجمعة العامة وهو أن يشرف على عملية اتخاذ المكسب الجديد الأكبر سنا والأصغر سنا بين الحاضرين في الجمعة. راه غادي تحاسب عليها يوم القيامة، فلهذا اللي عنده رغبة فيتقدم للترشيح، حنا نديروا العملية ونضيقوا الأمور. شكون اللي عنده رغبة يشتغل؟ ماشي شكون اللي عنده الرغبة يعرف. اسمع شنو هادو المشاكل؟ أنا بكل صراحة هادو اللي كنتكلموا عليهم هما اللي كانوا متواجدين خلال مدة الزمن ديال الوزان هنايا، هاد الأولياء. أما الآباء والأمهات ما كانوش حاضرين، شكون واقعيين؟ دوك ما نشوفوش شنو نقاط الضعف، شنو نقاط الضعف على الأشخاص ولا شوف الكفاءات واللي مستعد يضحي واللي مستعد يقدم الخدمة ولا غيقدم الجمعية. كانوا الناس خوفا وكيخدموا ماشي يجي ويبقى في تيتو ويدير احنا ما عندناش مسؤوليه سياسيه ولا ديك عقليه بناتهم اللي بغا شي حيز ولا نقابه ولا ما يجيش هنا. انا كنقول هذا نبدا اما الى ولى البارح جالي زورقاء في البلديه راه الخلفيه واضحه من على انه قتل له باه معنويا وجا يحضر بلاصتو هنا وبغى يقتل الاباء ديال كل متفقين عليه لان في 1400 باش نرجعوش للور غير نكون واضحين باش قلنا علاش. لان انا بالنسبه ليا كاين بعض اللي عندهم الولايه ماشي اب ماشي ام وانا مستعد نزكيه ياك باش باش الدار غدا يقول لك اودي راه كذا الجمعه العام سيدي ونفسي. شوف في القانون ما كاينش شي حاجه اللي كتقول جيبها عدليه، ولكن مع ذلك الا بغا الجمعه العام عدليه نمشي مع عدليه، ولكن اللي كاين في القانون وثيقه راه ليغاليزاسيون كتبع بها زياره كتبع بها وثيقه غاليزيه. واش عندكم استعداد قبل انه الوثيقه غاليزيه ونشوف هذا الاتجاه او شكون مع هذا الطرح هذا؟ ودري اللي عنده الكاتريام في الكاتريام ولا في الثامن ويدخل وانت تكون وصي عليه وانت ولدك في الباكالوريا ويمشي له. هذا القانون هذا يسمح لي وهذا القانون لا يسمح لي وهذا اللي كتكلموا على الليغاليزاسيون اللي ما عندهاش. الناس اللي كتبغي ترشح تمثل الامه كتهز واحد 200 صوت من الليغاليزاسيون من البلديه باش تمثل الامه وراك تدخل الجمعيه تاوي الامه ما يكونوش شويه. ولكن السي سعيد السي سعيد الرساله وصلت مفهومة ديال الجمعيه. حنا كيضربوا علينا ملي بداو حنا يحتاجوا لا يديروا بحال هادشي ولا غيرنا. ولكن الا نظن اي واحد بواحد دابا 1600 وحده الاخوه شحال حاضرين 1400 و1600 شحال حاضرين حاضرين هادو هما. انا نقول لكم صراحه ما كنتش باغي نقول لك انت ما جيتش ما حضرش السيد ولا قاعد الثاني بقى يحس في خاطري يقول لي العلاج واخا غير 200 واحد الاخوه واخا نخدموا غير في هاد الجمعيه ونشتغلوا واخا كنبدا ندي واحد النقص ماشي نقد لانه كيدور ونزيدو لي فور بروبليم نطلعو ونتعاونو. الله يخليكم راه تناقشنا اللي فيه الكفايه. زيد واحد واخا زيد اعتقد بان الاخوان يدخلوا واحد الجدل قانوني. الجمعه العام ما يمكنلوش يفصل في هذه المساله القانونيه. كاين المحاكم الاداريه نعطيكم واحد المثال
نفترض جدل بان الجمعه العام مثلا وافق على انه يكون معنا هنا واحد التلميذ ولا دري دخلنا في الجمعيه عنده 17 سنه ما فايتش من الناحيه القانونيه تقدر من بعد دير الطاعه. ولذلك الاخوان دابا اللي ترشحوا نفترض جدل عنده الولايه ولا عنده اي وثيقه كيف ما كان النوع ديالها من بعد الاخوان يديروا الطاعه مشيو للمحكمه الاداريه يديروا الطاعه بان هذيك الجمعيه راه غير قانونيه. اما الجمعه ما يقدرش يفسد ديك المساله واخا تجيب ولا ما تجيبش. استاذ على صواب ولكن اللي بغينا ما بغيناش نوصلوا لهذه المرحله اللي كتقول نمشيو نديروا الطعون نمشيو نضيعوا الوقت ديال هاد الناس كلهم ونمشيو للمحاكم. بغينا غدا تكون جمعيه وتشتغل وتدير المصلحه ديال التلميذ. هذا الشيء اللي بغينا. اي حاجه تعرض للجبران صح سواء تقدم تاع الشيء نتاعو بلا عرف بلا تهديد بلا والو. انا جبت رساله كتبت فيها ايا كان خوه صاحبه دعمه ها هي يقراها الاخوان جات واحد الزمان فلان 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 شكون هو قيت ما كيهمناش فهمنا الاستاذ معروفه هذا الشيء غادي يشبروها الجمع العام هو سي الله فهمنا الوكاله الشرعيه ولا ماشي الشرعيه غادي تزيد داك الشيء اسمح لي الله يحفظك عرض الجمع العام كما جرت العاده ودوز الامور بلا ما تدخموها ونتبهدلوا كاملين لان معنا عنصر نسوي ومعنا اطفال فهمتني كان نتبهدلوا انا كل صراحه كنحشم مستوى النقاش شوف هذيك النوايا السيئه فاحنا النوايا السيئه اللي بغى يتقدم راه حق الجميع اللي بغى يشتغل تكليف وليس بالتشريع. شكرا اذا سمحتوا لنا الاخوان بعد العسر يسرى ربما ان شاء الله غادي يكون مر هذا الكلام غادي يكون ان شاء الله الخير. سي نجم الجعير دار واحد المقترح واش يمكن نمشيو في ذاك المقترح اولا ما نمشيوش في ذاك المقترح وباش نمشيو نديرو عمليه اخرى. انا مع سي نجم مجلس الشباب على المقترح الجديد. انا مع احنا نشكروا المقترح. لا غادي معناه انه المقترح ما تقدرش الجمع العام الان الان دابا غادي نمشيو للمرحله الحاسمه. المرحله هي انه باش نختاروا المكتب ديال الجمعيه اللي عنده رغبه يترشح. بالنسبه للجمع العام هو اللي غادي يقرر ولا كاين شي حاجه بالنسبه للترشيحات نتاع الاباء او الامهات نبداو بها. لا اسمح لي استاذ عز الله يرحمه نبداو بها. لا اسمح لي استاذ عز حنا غادي اسمح لي حنا غادي نبداو نحطوا اللي بغى يترشح واللي غادي تحط لنا فيه الاشكال نقولوا هذا وشنو عنده. ما نبقاوش نشوفوا الاخر عندك الوثيقه؟ ما شفتهاش معاك. ما عندكش الحق. اسمح لي سعيد ما كانش عندي اخبار ما كانش عندي علم بنفس الوثيقه اللي غادي نضجر الشعب. الوثيقه هي الترشيح انا جيت انا عارف شنو كاين انا في الجامعه ايوا اسمع
تحكش فيا شي حاجه. انا ندفع فيه اشتغلت انا عندي وكاله ديال بنتي وندفع فيه ولكن انا عارف شنو كنقول والله حتى الليلة لا ندفع فيه ندير انا الشهاده عندي وندفع فيه لان كتبقى شي هضره ماشي صحيحه وباش ما تبقاش تقول صحيحه ربما الاباء ما اختلفوش بهم بالنسبه للامهات يديروا ابو هذه قبيله وانا فقيت عندهم سميتها الكفاله الشرعيه وطوالها لا كما كان مقررا كان اليوم اشغال تجديد مكتب شرعيه الامهات واباء واولياء تلاميذ التلميذات ثانويه حسن التعليميه بزيور تحت شعار قوله سبحانه وتعالى وقل اعملوا فيها الله والرسول والمؤمنون عملهم وبالفعل بحضور جمع مبارك من الاباء والامهات والاولياء تم الحضور من اجل تجديد هذا المكتب وفعلا بعد الافتتاح وقراءة سورة الفاتحة ترحما على المقتصد تاع المؤسسة رحمه الله تمت كلمة السيد مدير المؤسسة ثم كلمة السيد رئيس جمعية الآباء والأمهات والأولياء ثم بعد ذلك كلمة الجمعية والتقرير الأدبي ثم بعد ذلك التقرير المالي وثمة المناقشة على التقريرين الذي مناقشة اللي دامت مدة طويلة واللي بكل صراحة وبكل صدق وبكل أمانة نوه الحضور الكريم بهذه المجهودات التي بذلتها الجمهورية لينتقل بعد ذلك إلى التقرير كما قلنا التصويت على التقرير المالي والتقرير الأدبي وتم التصويت عليه وبعد ذلك تمت استقالة المكتب وتحويل الأمر إلى مدير المؤسسة من أجل إتمام مهامه وتم اختيار أكبر سن وأصغر سن من أجل اختيار مكتب الجمعية لكن مع الأسف الشديد وكما لاحظنا أن هناك بعض المتدخلين الذين أتوا من أجل البلبلة كما كعادتهم لا من أجل أن تسير القافلة إلى الأمام وتأسيس الجمعية واختيار المكتب الذي يحمل المشعل وتم في آخر اللحظات في هذه اللحظة الساعة الواحدة تشير وبعض الدقائق والاجتماع كان على الساعة 11 في هذه اللحظة تم تغيير الموعد وتكلف السيد مدير المؤسسة بإخبار جميع الأمهات والأباء وقبل أن ينفض الاجتماع الكل حمل المسؤولية للسيد مدير المؤسسة من أجل إخبار الأمهات والأباء والأولياء وحذروا في الجمع العام من أن تكون الجمعية كما يفعل في باقي المؤسسات بعض الأحيان كواليس تحت الطاولات وبالتالي فإننا نحن نشكر الأمهات نشكر الأباء نشكر الأولياء نشكر الحضور ونشكر موقع زيو سيتي بوان نت الذي وكب هذه الأشغال والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.